السلام عليكم ladies and gentlemen, فهد سان in the house, وندخل للعبة Elden Ring in the house. Ladies and gentlemen, we are back للعبة Elden Ring, ولكن هنلعب DLC اللي هي Shadow of the Earth Tree. Now, إذا ما أنت مشترك في القناة, اشترك في القناة وفعل الجرس. لعبة Elden Ring my friend. أول حاجة يا جماعة الخير, لازم تفرحوا إنه دحين نزلوا السبتايتل العربي بشكل رسمي, كل شيء الآن بالعربي. ناو زي ما انتم عارفين اللعبة خسرت عدد كبير من الجمهور العربي, فلذلك الآن ما عندك أي عذر. أي أحد مثلا يكره ألعاب السول السيستم حقها, إيش قصدك؟ خلاص واضح, معدات صناعة عنصر, المخزون, الحالة, رسائل, اللعبة الجماعي, النظام, كل شيء بالعربي, everything بالعربي. حتى لما تدخل بالعناصر كل شيء واضح. أنا إذا مثلا أبغى هذه أقراص إبطال المفعول, تعالج ضرر السم وتقلل من تراكمه, هذه العناصر اللي تحتاج على أساس تعمل لك صناعة منها. الآن دحين هتعرفوا الترجمة, هتعرفوا القصة, ما عاد تحتاجوا أحد يترجم لكم أو يحلل لكم أو يسوي كل هذا الموضوع. الشيء الثاني طبعا, إذا أنت ما شفت تختيمي للعبة Elden Ring كلها موجودة في القناة, خش على البلاي ليست هتفهم القصة بالكامل والتختيم, وأيضا شرح المتابعين تحت في مكان التعليقات. زي ما أنتوا عارفين أمس نزلت DLC للعبة Elden Ring اسمها The Shadow of the Earth Tree. في نفس الوقت ما راح تقدر تلعب DLC لأن تحقق ثلاثة أشياء. واحد, تشتري اللعبة DLC, أنا طبعا شاريها على ستيم, وتكون قاتل لك رئيسين, أوكي؟ الرئيس الأول اللي هو طبعا Radican, وتكون قاتل لك Moog the Lord of the Blood, الرئيس اللي راح يكون في نفس المكان اللي أنا موجود فيه حاليا. وثلاثة, أنك أنت تروح للمكان هذا, تكون موجود هنا, أوكي؟ وين هذا المكان؟ طبعا زي ما أنتوا عارفين في خريطتين, هذا الدور الأول, هذا الدور اللي تحت. أنا موجود في ذا المكان وموجود عند هذه النقطة, شرنقت. أقول إيش فيك أنت مسوي إنك رابرت؟ تقعد تستهزئ بلغتنا؟ إيه شرنقة؟ وش فيها شرنقة؟ أوكي؟ شرنقت الروح السماوية, حتكون أنت موجودين هنا المكان اللي طبعاً حيكون موجود فيه اللي هو إيش اسمه هذا؟ Lord of the Blood. حنوصل لهذه المنطقة وأول شخصية ما نعرف مين هي. طيب لنتكلم, خلينا نتكلم مع هذه الشخصية. Were you guided here by kindly Mikula? Mikula. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. حلو, بتقول لنا زي ما قريته طبعا انه نمسك الشيء ده وبعدين حنروح ل The Shadow of ما اعرف ايش, العالم الجديد اللي فيه له DLC. خلينا نتكلم ثاني. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. هذه حتلحقنا هناك. Come now. I will not be far behind. اوكي, طيب. Ladies and gentlemen, الآن خلينا نروح ونتوجه إلى مملكة الظل. Let's go. انتوا عارفين انه انا حاولت اقتل الرئيس هذا موج وما عرفت اقتل الشيء ده, معقد جدا. طيب هذا اللعب الأول يا جماعة الخير أمامكم وتصوير ولا أعرف صندل, فخلينا نشوف. طيب إيش الأحداث؟ إحنا أخذنا الإلدن رينج وصرنا الإلدن لورد, صرنا ملك المملكة اللي إحنا فيها بس. أوكي, وجمعنا حطام الخاتم. Oh my God. سهل المقبرة. أوكي, كده حيسهل لنا فهم اللعبة. أنا مشكلتي يا أنه أسمع الإنجليزي يا أني أنا أقرأ ترجمة, فألخبط أحياناً. فأعتقد خلاص أنا لأنه القصة يعني معقدة فرح أقرأ السبتايتل العربي. شوف المنظر يا جماعة الخير, شوف المنظر, شوف الديزاين, شوف الشجرة اللي قدامنا هنا. طبعاً أنا ما أعرف إذا معايا كل قوتي ولا لا, بس يبدو لي أنه كل شيء موجود معايا. أوكي, وبعدين زي ما شفنا في الإعلان في شيء أنا أبغى أحطه عندي. حلو الحركة دي على أساس إنه نشوفه العالم من غير هذا. هو العالم يا جماعة الخير, ما أعرف إذا القمر ولا إيه بالضبط. هذا الإيرتري
وكأنه نازل منها زي الـ I don't know الشرشف اللي ما أعرف إيش. وبعدين هذاك أول رئيس اللي يقول لك ما حد قدر يقتله من البداية، بس حنحاول إنه نجلده. حنفتح أول اكتشفت النعم وات موقع النعمة. أوكي الاستراحة يوم خلنا أوكي. أها تسريع الوقت، زيادة المستوى، القنينات، مباركة مملكة الظل، هذه شكلها جديدة، حفظ التعويذ. أوكي أوكي نفس الأشياء اللي عندنا مظبوط. خلطة الترياق العجيب، معليش إذا أنا قاعد أفتي في القراءة، هذه جديدة ما شفتها صراحة. مباركة شجرة سكادو مستوى صفر، مباركة رماد الأرواح الجليل مستوى إلغاء، استهلاك أجزاء شجرة لتقوية مباركة شجرة المشكلة تعرف ولا، لأن أنا ما لعبتها من البداية بالعربي فأفضل أن ألعبها بالإنجليزي الحالي طبعا، على أساس أشوف إذا في شيء يشبه هالشيء بالإنجليزي، لأنه هنا بيستخدموا إنجليزي قديم يعني، فلذلك بالنسبة لي كأنه الشهادة تعتبر جديدة جدا. طيب هل معانا الحصان؟ يب الحصان موجود معنا. هل في خريطة؟ لا ما في شيء باين زي ما انتم شايفين، حتى مربع ما اني قادر اطلع اصلا يعني. اوكي عندنا مكان الخريطة، خلاص نحاول نفتح الخريطة فخلينا نروح له. يب طيب اوبو والله وي اي ول والله طلع ما يمزح، طلع ما يمزح الشيء ذا. لا طلع ما يمزح والله ابوه، طلع ما يمزح ول من هذا يا ابوي. لا وعنده بلد ده أبو أي حلو. حلو ول 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 ضرباته قوية، ضرباته قوية جدا، بس لا نقدر نقدر. واو لا مرة صعب، مرة صعب. واو شوف كنت على وشك انجلد ول 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 والله جلدني وربك جلدني. على حسب ما فهمت من واحد كان عامل ريفيوز، لأنه أغلب اللعيبة اللي حيدخلوا على الدي ال سي داخلين ومقوين اللعيبة، فهم اوريدي مقوين الوحوش. وربك جلدني. طيب يلا خلينا نفتح الخريطة الآن دحين. طيب على فكرة على أساس لا أحد يسألني عن إيش القصة، في شخصية اسمها ميكلا، صدقوني ناس كل أحداث القصة. فميكلا شخصية مهمة في اللعبة، فأجان اللي ممكن يعطينا مراجعة عن شخصية ميكلا، نبدأ نكتشف حبة حبة في العالم ونشوف. طيب خلينا نتكلم مع الشيء ذا. أوكي الجميع حرقوا وتلاشوا. طيب كل اللي موجودين هنا قصده. أوكي ميسمر الذي حرقهم وبمساعدة مجموعته. ميسمر اللي هو الرئيس اللي حيكون في الملي لأنه يستحق مصيره. أوكي عشنا حياتنا فقط، عشنا في سلام. اها اوكي مسمار او ميسمار ولا ما اعرف اسمه، طبعا راح يكون اللي طلع في الاعلان، طبعا حيكون رئيس العالم هذا بالضبط. خليني اشوف مين هذيلا. شوف محروقين اعتقد، لانه على اساس نعرف انه قد ايه قوي. لا لا شوف الضربه قد ايه قاعد ده.
لا 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 ضرباتهم قوية اللعنة يا شيخ. وي لا ضرباتهم قوية ضرباتهم قوية. أوه. شوف كيف المشنوقين اللي فوق. طيب دائما نتكلم مع هذيل على أساس يعطوك شيء في القصة. لحظة أنا أعتقد ما حيمشي معل الحصان هذا. أوكي خلينا أشوف. وي والله ما بمزح. ول من هذيلا واو. ول انا وين رحت؟ شوف لقي لنا وحده. كيف ما انتبهت للشيء ده؟ لحظة من باب الحكمة انه وين نسوي؟ في شمع هناك طبعا. انا تفرجت على موقع بانداي وكانوا مورين هذا الشيء. طيب هذه العلامة I don't know what it is. يمكن العثور على اجزاء شجرة السكادو في انحاء مملكة الظل. حلو اللي هي قصدهم هذه الصورة القطعة تستخدم عند مواقع النعمة لتقوية مباركة شجرة السكادو لديك. تعزز مباركة شجرة السكادو قدرات حاملها على إحداث الضرر وإلغائه، لكنها لا تملك تأثيرا خارج مملكة الظل. أوكي أخذنا جزء منها. طيب حساب الموارد برعم دم الروح السماوية. واو حلو. الآن اكتشفنا فيه شخصيتين، اللي البنت اللي قابلناها قالت لنا حنقابل ناس هم حيكونوا أعواننا. كيف خلينا نتكلم مع الشيء ده. Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikala. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, حاربت مع رادان. اوكي. اوكي يعني ممكن حتساعدنا اذا نحتاجها على ما اعتقد. Another thing. في شيء ثاني. Speak to our dour little friend. If you've yet to do so, have him give you a map of the crosses whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikala the Kind's footprints. اوكي تبغانا نتكلم مع هذا الشخص. Fi. Another. Treading the heels of Mikala. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed. Set aflame. I believe Mikala's apologies when he says our delivery will come. But never will I see your kind as worthy. طيب هذا أعداء التارنشت المشوهين لأنه كانوا I don't know why بس okay. And yet my oath I cannot overlook. If Mikala it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Mikala. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. خريطة الصليب. أوكي. على أساس الآن دحين هدفنا إنه ندور على ميكلا. تلقيت خريطة مواقع الصلبان يمكنك تفقدها في المخزون. أوكي سو اللي في الخريطة هذه كانت كذا. وي طيب قبل ما نبدأ نكتشف اللعبة أكثر وأكثر خلينا دحين أروح لهذاك الشخص على أساس نكتشف قوته. أنا حنجلد بس بشوف إذا في طريقة إنه وقرم. شوي الله ياخذك.
لا 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 ليه؟ ليه قاعد تف ليه؟ واو. اوكي سو الحجر سهل. بس دحين عندك مشكلتنا النار مستحيل. اوه. شفت كيف؟ اوكي طيب الان عرفنا النار. 1 2. طيب شايف كيف؟ لازم حصان لازم حصان. اي قس لازم نحفظ ضربات الفنطل ده. اي لا وي واو. لا 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 صعب صعب مو يعني وي 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 وي. طيب هو لازم تكون قريب. احنا عرفنا موضوع النار. اوكي هذه صارت. هاي الله ياخذك. روح 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 لا على شكلي روح. والله هذا كله ما سويت ال ايش الدامج القليل هذا. تصدقوا احس انه لازم اكون قريب منه بالسيف. اوه اوتش كله انا لسه ما سويت شيء ترى. ليش نقص؟ والله نقص. حط رجلك حط حط رجلك حط رجلك حط رجلك. والله ما حتفوز هذا. بعدين يبغى لي اسوي دراسه له خاصه. والله ما حفوز. انتبه انتبه حط رجلك حط رجلك افهم لا تحاول. والله لا تحاول. طيب كويس ضيعنا وقت وما فزنا ولا سوينا ولا حاجه. حطينا احنا تم تعزيز مباركة شجرة سكادا. خلينا نسحب عليه هذا لاني طولت مرة. خلينا نروح نشوف لنا شيء ثاني. طيب انا وين رايح؟ على ما اعتقد انه في شيء لملكة هنا. طيب نعدي نروح نشوف نتمشى. انا صراحه ما عندي دايركشن واضح في اللعبه لكن اعرف انه مصعبين هاللعنه جدا مصعبينها. اول كلو موجود عندنا انه عندنا خريطه بتقول لنا انه نتبع خطوات برضو من الشجرة اللي كلهم برضو جايين عشان يدور على ملكة. طيب why they are looking for me? I don't know. Hello there. Together we work together for Mikola the kind. Many things we have found.
اقدر اشتري من عنده اشياء. اوكي. شور. اوكي. ممكن نشتري منه اشياء ومواد ممكن نحتاجها لبعدين. عنده هذا الشيء. تحتوي على معلومات عن ينابيع الارواح المختومه بامكان العملاء. يلا نشتري هذا كمان. اوكي. I like finding things for you, Lady Letta, her allies, and the forager brute. Things bring joy to all. Okay. I like find for you. Things bring joy to all. Okay. بعدين عندنا هذا الشيء. You must be the tarnished. I am Ansbach. Ansbach. Formerly in service to Lord Moog, but now, like you, another soul guided by kindly Mikkola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern Tender Mikkola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master unless I know that I can be of use. يعني اوكي كويس. يعني الى الان ما هم عارفين ايش كان هدف ميكلا، ليش ميكلا راح للعالم هذا. اوكي. May I request a service of you? Six crosses identical to this one have been discovered in these lands. They are akin to Tender Mikkola's footprints or gravestones which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikkola is doing here. حصن ليه. هم قصدهم الخريطة كانت المفروض توري هذا الصليب. اوكي. لا انا اللي مضيع. وبعدين ليش كنت احسب ميكلا اللي مات؟ اوكي. شكله في رئيس هنا يا ولد. اوكي، هذا حيودينا على وين؟ حيدخلنا على هناك. اوكي. شكله في رئيس هنا ولا حاجة. طيب فكها أكثر. ليش فكها بس كذا يعني؟ قرأت الرسالة، لا يوجد صندوق. حلو 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 حلو. اوكي نايس نايس. ايش المكان الغريب هذا؟ وين في الخريطة؟ اوكي لسه. اوكي اي سي. عرفت ايش السلاح المناسب لهذيلا. لحظة لحظة لحظة. هذا السلاح يكون مناسب. شفت كيف؟ نايس. حلو. الآن طيب، مباركة رماد الأرواح الجليلة. يمكن العثور على رماد الأرواح الجليل في أنحاء مملكة الظل. يستخدم هذا الرماد عند مواقع النعمة لتقوية مباركة رماد الأرواح الجليل لديك. تعزز مباركة على قدرات الأرواح المستدعات والخيل الطيفي على إحداث الضرر وإلغائه. لكنها لا تملك. بس برضو أنا مش فاهم يعني إيش بالضبط هذه تعمل. هي ريحني أريحك. هذا الشيء.
الكبد المجفف المقاوم للنار. اوكي. هوي الله ياخذك. ايزي بيزي، ما في شيء معقد. الفراشة السوداء النارية. هو صراحة الادفانتج تبدأ تلاحظ انه اغلب الاشياء راح تفهمها بسهولة بالعربي، بس لها كلمات غريبة بالانجليزي، ف تكون ما انت عارف الكلمة، بس بالعربي كل الامور توضح. اوكي حلو. الآن حنخش هنا. تمتع عزيزة. اثنين. اوكي. مع انه انا الى الان مش يعني يبالي اشوفها في النت. اها. حلو. ممكن نستدعي احد يجي. لا يكون في رئيس ولا شيء. لا يمكنك فتح الباب من هذه الجهة. طالما انه في احد اقدر اجيبه معناها شكله في رئيس برضو، ما حقدر افتح من هنا الباب. ملاحظين ضرباتهم. وي لا قوي قوي. كم اعطاك الفين يا واد؟ ايش هذا؟ أنا قلت إنه ميكلا قتل في البداية، فممكن أنا في شيء فاهمه خطأ. لا، في أحد من أولاد ميريكا قتل في البداية، لكن ميكلا إيش قصة ميكلا؟ يبغالي أشوف مقطع عن ميكلا حتى أفهم بالضبط. هذيلا محروقين ولا إيه بالضبط؟ طيب يلا خلينا نعطيهم إيه. الله نالهم. مع السلامة. أسلا فيستا يا ولد. اقرأ الرسالة. أي لا 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 لما أقول معلش 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 أنا لم أقصد ذلك، بس نقدر نفكها إذا ماني غلطان. مغلق. نعرف انه في مكان هنقدر ننزل منه هنا. تو دايو هذه حلوه هذه. بعدين I like this. This is fantastic. كمان لقينا اللي هو مكان الاستدعاء. يمكن يعمل موضع استدعاء، معناها انه في رئيس قريب من المكان. اوكي او بوي او بوي، هذا شكله الرئيس.
طيب انا بواحد جامد على اساس نشوف فعلا. هذا شكله جامد ها؟ النصوص تعرف أبو 6000 وشيء يا الله. وين الرئيس الله؟ ما هو الرئيس بس في نفس الوقت ضعيف، يعني ممكن نقدر نقتله. تحسب الرئيسة وين احنا؟ لا مو قادر افتح الخريطة. احنا لسه جوا. مفتاح المخزن، هذا المفتاح اللي احنا اخذناه يستخدم لفتح المخزن في الطابق الثاني للبيلورات. اوه ماي جودنس. لا من باب الفلة خلينا نستدعي ناس معانا. هذا لسه بحار. اوف اوكي. وصلوا المحاربين. طيب يلا انا اوف. مين اللي تعرف المشكلة؟ لانه ما في مايكروفونات. مين اللي بيطلق؟ أنا ماني عارف وين راحوا ال راحوا لهناك. حلو 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 شباب نايس. طيب أحيانا لما إذا أنت تشوف اللعبة صعبة فخلاص العب مع مجموعة من الناس زي كذا، زي ما بعمل أنا حاليا. هذا كمان يسهل على الناس اللي ما يعرفوا
للعبة كويس انه خلاص يعني دحين انا بلعب مع هذيلا بيسهل اللعبة شويتين. خلينا نروح نلحقهم دحين ونحارب لانه انا ما ابغاهم يسووا كل شيء. حلو. كمان هذول لازم استوعب ان انا وربك انجلد والله انجلد. وين احنا الان؟ لسه كمان نشوف الاسلحة حقتهم ايش كل واحد معاه. بس دحين انا لو مت معناها نرجع من اول. اوكي فيبالي انتبه. رايحين نلعب لاول رئيس وكذا بوقف اللعبه. والله يا ليت لو حطوا مايكات يا اخي. ربك انجلد الله ما تنفس يا شيخ. اي شكله في رئيس قريب بس انا عشان اوريكم انا وين في الخريطة بالضبط. شكله اول رئيس. طيب هذا حيكون اول رئيس وحنوقف اللعبة هنا وفي نفس الوقت عندنا هذا الشيء. الله يعين مين حيكون موجود بس شكله حيكون اول رئيس. طبعا هنتفرج اوبسلي هذول شكلهم مستعجلين بس انا حشوف ال ايوه لا في رئيس يس. خلينا نشوف الحين هذولاك ال الاعوان داخلين منتظرين ابوي عد. Take root inside the tower sculptor keepers, and perched within, we beg of thee, rise. وما يعتبر غش يعني انت استمتع فيها اذا شفتها مرة صعبة دخل معك ناس يعني. والافضل كمان انه تدخل ناس انت تعرفهم عشان تتكلموا بالمايك مع بعض. هذا شكله صعب اللعنة. قسوة والويل والويل. أنا المعاونين المعاونين ياهو المعاونين تعالوا لا لا لا. طبعا لازم تعرف
انه لو دخلت ناس كثير معاك اللعبة الرئيس يصير اصعب. يا زي ما انتوا شايفين الرئيس مرة صعب الرئيس، فيمكن لحالك حتاخد ايام. او واو انتبه لا تموت. طيب خلينا نجرب. حلو يا فهد. يا ولد والله جامد، وربك جامد. الأسد الراقص للوحش السماوي مدري. حلو. تيم كمان تيم، والله لعيبة إلى الآن ما ماتوا. أنا من الأفضل أكون بعيد لأنه كمان الحجر يخدر. لا والله احترمتهم، شوفوا لسه ما ماتوا الاثنين. واو ادرس حركاته. اوكي دخان اشوف اذا يصد. اوكي حلو واو. شوف انا اذا الحالي، شوف كيف كم ضربة يعني على الوجه بيشيل كثير يعني اذا الحالي. اوكي طيب عرفنا انه بينزل الدخان. يوهو قاعد احط رجل. اوف اوف ياهو. هذا السم مشكلة. واو لا صعب. اوكي طيب الان على اساس نحلل الشيء ده لازم نفهم ايش ضرباته اصلا. يعني الحين يجري واو. اوكي فهم. حلو. طيب الضربات ال اوكي كني فهمت. طيب يا جماعة الخير، احنا الآن في ثاني يوم بس رجعت للخريطة الرئيسية، وعلى فكرة زي ما انتم شايفين تحت اقدر اتنقل واروح لمملكة الظل اي مكان يعني، فاقدر اتنقل على كيف يعني. اوكي انا بس رحت على اساس اطور اللاعب شويتين، وفي نفس الوقت لاني ابغى اتدرب على مالكث لحالي. بس اكتشفت انه طبعا في اللعب الرئيسي احنا هزمنا الشيء ده بس ما قدرت اهزمه، يعني نسيت كيف اهزمه صراحه. لا يا فهد لا.
اكتشفت انه اللعبة اذا ما انت فاهم الدج وما تقدر تدرس حركة الرئيس راح تضيع وقتك. اللعبة لعبة دج ولعبة اسلحة. في انا طبعا للأسف ماني متعود على الانكانتيشن والشعوذات، فدرست الرئيس هذا كويس. ضربات قوية اللي فاحفظ بعض حركاته الحين مثلا. اوكي شوف هنا طبعا هو يديك علامات يعني متى بيجيك، بس اي غلطة حتروح فيها يعني. واحد اثنين ثلاثة الحين يبخنا خلاص. بل يعني قاعد احاول بس افهم حركاته. هذه تأخرت فيه صراحة. تأخرت فيني. اوكي. دحين انا يعني تعلمت كيف اتجنب، بس في نفس الوقت ما يعني وقت الضربات هي اللي مشكلة عندي. يعني لما نوصل لمرحلة انه خلاص يعني بدأت اعرف كل حركاته، اقدر بعدين اجيب لعيبه يدخلوا معايا. يعني الحين انا مثلا عندي اللي هو شو اسمه هذه، نسيت اسمها هذه، فريا تدخل معايا وتساعد. فجلس يمكن للاسف انا ما نزلت حلقه تمس لان كنت قاعد اتدرب على الشيء ده. على اساس افهم هو ايش قاعد يسوي بالضبط. شوف دحين خلاص شبه فهمت التايمينج حقه. هنا مثلا اقدر انقز كده. فخلاص اول ما بدأت اعرف حركاته بدأت تجيني الثقة. واحد اثنين ثلاثة خلاص كده تعرف. معليه انا المفروض كان انتبه. طيب خلينا دحين نفكر متى اقدر اهجم عليه هذا استاذي. لا اوه والله اني محظوظ انه ما هجم. حلو في شيء لاحظته في لعبة Elden Ring دحين افهمكم اللي هو اللي حاجة صراحة يا ليت لو استوعبتها من زمان. اللي هو بعد ما تسوي الحركة يسجل يعني ضغط ضربت. لا ما والله ما ادري كيف ابغى اشرحها هذه. اوكي شوف بعد ما ضربته هو بيضرب في نص الضربه باضغط الدائره بحيث اللعبه تسجلها. فهو خلاص يعني كانك بتسوي شيء مستقبل. يعني انا ضربت الضربه ضغطت الدائره بعد الضربه بحيث انه يضرب ويرجع اوتوماتيكلي على طول. يعني خلاص انا لا اتفلسف خليني من بعيد ورينج انتهينا خلاص. يعني انا فشلت التيم يا شيخ. يلا تيم بس ايش الرينج القوي؟ جرب الشيء ده. بس هذه ما هي قوية يا اخي. ما اعتقد قاعد تسوي شيء صدق؟ شوف زي هذيل اللعيبة هم عارفين
بس شوف بنضربوا كثير، يعني قد ما ان هم محترفين بنضربوا كثير، هذه مشكلة. كان اللي انا اللي قاعد انجلي. حلو، حلو. الحين الرعد، الرعد مصيبة، الرعد مصيبة. يا اخي لازم اجيب لي الضربات القوية، في ضربات قوية يا اخي، بأظلم نفسي يعني، في ضربات اعتقد تخلص بسرعة. انتبه انتبه. حلو، اوكي انتبه، ركز. حلو، ممتاز. يلا دي بس ضربة لين يقوم. انتبه من الرعد، انتبه انتبه انتبه. خلاص احنا لازم نخلص من الشيء ده ترى. ايه حلو سار، حلو 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 سار، حلو حلو. برضو تظل ملك ال... لا يا فنطل، ملك الدرج فهد. والله ملك الدرج يا واد، صرت محترف درج انا. ايوه انتبه انتبه. انتبه 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 يا سار. اوه غريب، واو. لا انتبه انتبه. لا يا اخي لازم I have to get dirty man, I have to get in there. غير كذا ما حينفع، لان انا كمان معاي الكتانة قوية مرة. الكتانة قوية بس لازم أكون confident. حلو حلو حلو، انتبه انتبه انتبه. واو حلو 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 يا ملك الدرج، حلو يا ملك الدرج يا سعر، حلو يا سعر، حلو يا سعر، حلو يا سعر، حلو يا سعر، انتبه. حلو يا الساع، حلو يا كينج. اوه انتبه 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 انتبه. شوف هذه الغلطة، هذه غلطة، هذه غلطة، هذه غلطة. تريد هيل 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 هيل. حلو خلاص مات مات مات. مات. أنا أشوف أتمنى أنها من ضربتي يعني. اخيرا. راس الوحش السماوي. اوه والله كان لعين اخوان، وربك كان لعين، كان لعين. انا اتمنى اني ما هزمته بالشكل ده صراحه. امشور انه في طريقه افضل. يعني الى المرحله دي عندي 3 ساعات فوتج، حلو، بس انا بختصرها في الاديت.
وهذا مو عيب، يعني انا على اساس افهم معناها لازم افكر زي لاعب السول، اوكي معناها لازم اغير التعويذات حقتي واجيب لي بروبر لونج رينج ولا هولي اتاك. في عندي انا يعني اشياء للاسف ماني مستغلها انا، يعني اعتقد في اشياء لو استغليناها بالراحه بتجلد. او فك باب، هذا الدانسينج لاين مره صعب، مره صعب، صعب اللعنه. طالما انه احنا صرنا شويه محترفين فما راح اختم اللعبه الين اجلد شو اسمه هذا. وين خلصنا منه.
أخيرا. يا الله والله أنه جلدني. مالكث. آه يا مالكث. آه يا مالكث. Thou who approacheth destined death, I will not have it stolen from me again. Ouch. wait. نسيت أنا الجزئية دي صراحة، فعشان كذا مو قادر. Anyways أنا نسيت صراحة كيف الجزئية دي، لكن بتدرب لحالي في وقت الخاص، نتدرب عليه وبعدين نكمل عافيس المملكة تضل. أنا مو جاي ألعب هذه. بعرف جرم. أنا أتمنى كانت حلقة ممتعة. أي تيبس أي نصائح دائما اكتبوا تحت مكان التعليقات. أنا فهد سالم، أشوفكم إن شاء الله على خير. Peace out.